مساء الخير. هبوط العملات وارتفاع نسب التضخم هو عنوان عريض في عدد من الدول في المنطقة. في الأسابيع الماضية الأوضاع في مصر باتت صعبة مع انخفاض قيمة الجنيه. الليرة التركية مثلا تتعرض لاهتزازات متناوبة من وقت إلى آخر. لبنان وفنزويلا حالتان خاصتان لم تكن أيدي الغرب بعيدة عنهما. كيف يتعاظم الهبوط في العملات المحلية للدول؟ وما هي الإجراءات المالية والسياسية التي يمكن أن تعالجه أو أن تخفف من وطأته؟ نناقش ذلك بالتفصيل مع الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد السيد نجار، معنا من العاصمة المصرية القاهرة. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. أهلا بك وأهلا بكل السادة المشاهدين. الأسباب زائدا السياق تساوي الحدث. في الأسباب، ما هي أهم عوامل انخفاض العملات المحلية؟ وفي السياق، كيف تحمي الدول عملاتها إذا اهتز الدولار؟ في الأسباب نتحدث عن عاملين أساسيين. العامل الأول هو الاستقرار السياسي، بمعنى كيف تؤثر الحروب، حالات عدم الاستقرار السياسي على قيمة العملات المحلية في الدول. والعامل الثاني هو حالات مصنعة، بمعنى كيف يمكن لحالات خاصة ولدول معينة أن يتم تخفيض قيمة عملتها بحرب خارجية عليها. بداية لنتابع هذا الفيديو. هنالك أسباب كثيرة قد تصل بالدولة إلى موقع تخسر فيه رصيدها من العملة الصعبة التي تحتاجها، فالتبادل في نظام التجارة العالمي لا يقبل إلا الدولار في أحيان كثيرة. نبدأ مع السبب الأول وهو الاستقرار السياسي. لو نظرنا إلى التحول في أسعار العملات لعدد من الدول، نبدأ مع الحالة المصرية التي دار جدل كبير حولها في الأسابيع الماضية. في المنحنى الذي يمثل التحولات في سعر الجنيه المصري من عام 1957 إلى عام 2021، نلاحظ أن تحولات عميقة حدثت في بداية التسعينيات، وكذلك أيضا في الفترة التي لحقت ما أسمي بالربيع العربي بسنوات أعوام 2015، 2016 و2017. ولو أخذنا المثال الجزائري للاحظنا أن التحول في سعر الدينار الجزائري أيضا حدث مثلا في العشرية السوداء في بداية التسعينيات، وكذلك أثناء ما أسمي الربيع العربي. الحالة السورية قصة مستقلة فعلا، نلاحظ الثبات في سعر الصرف لليرة السورية ما قبل الحرب الكونية ضدها. عمليا لا يوجد من مرحلة اضطراب إلا هذه المرحلة في سعر الليرة السورية التي بدأت عام 2012. لو انتقلنا إلى دولة أخرى في المنطقة لنأخذ المثال التركي على سبيل المثال، وهو الآخر تعرض لاهتزازات في قيمة العملة على وقع ارتدادات الحرب في سوريا، على وقع تلاشي آمال الانضمام للاتحاد الأوروبي مثلا، والمعارضة الداخلية وغيرها من العوامل داخل الدولة التركية. أستاذ محمد، بالتفصيل أكثر، كيف يؤثر الاستقرار السياسي كمؤشر سياسي، الاستقرار السياسي للدولة على قيمة عملتها، وكيف يعمل هذا التأثير ضد العملة أو معها؟ هو كل حالة من الحالات اللي انت ذكرتها لها مفرداتها الخاصة، يعني كل دولة لها طبيعتها الخاصة بالنسبة لوضعها السياسي وبالنسبة لوضعها الاقتصادي. يمكن من الحالات المتقاربة شوية مصر وتركيا. المثال المصري على سبيل المثال، كان هناك تدخل إداري من الدولة لفترة طويلة في تثبيت أسعار الصرف أو حركة محدودة لأسعار الصرف، بالإضافة إن في اختلاف في التوجهات السياسية والوضع السياسي ورؤية الحكومة أو النظام بالنسبة للوضع الاقتصادي. مصر في فترة من الفترات، احنا كلنا بنتكلم عن الخمسينات والستينات،
كان هناك الأهم رقم واحد هو الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. تم إنشاء أكثر من 1200 مصنع، تم التركيز على الصناعة والزراعة. تقريبا مصر في وسط الحروب اللي كانت بتحاربها بنت السد العالي بقروض محدودة جدا ومساعدات من الاتحاد السوفيتي، وفي نفس الوقت بنت 1200 مصنع في كل المجالات. كانت مصر بتصنع سيارات في الوقت اللي ما كانش أغلب دول المنطقة أو جنوب شرق آسيا بتصنع سيارات. كان المواطن المصري يأكل ويشرب ويلبس مما تنتجه مصر، وبالتالي ما كانش هناك ضغوطات كبيرة على الميزان التجاري المصري. أتت فترة السادات اللي هي فترة الانفتاح، السداح مداح كما سمي وقتها، اللي هو فتح السوق المصري لكل البضائع الأجنبية بدون استعداد أو قدرة المنتج المصري على المنافسة، مع تحطيم قطاع الأعمال المصري بتوجيهات أمريكية، اللي هي بدأت الشركات اللي كانت كلها بتربح وفي وضع جيد بدأت تتحول إلى الخسارة. فبدأت مصر تتحول إلى دولة مستوردة كبيرة، ويزيد العجز في الميزان التجاري. في نفس الوقت أنت ما صادراتك ما بتزيدش بنفس القدر، لانك انت حطمت القطاع الصناعي. الصادرات الزراعيه المصريه في الخضروات والفاكهه منافسه، لكن انت مستورد كبير للقمح، فبدا عجز في الميزان التجاري يتراكم. كل ما العجز في الميزان التجاري بيزيد كنت بتضطر للاستدانه. الحركه الاولانيه اللي اتكلمنا عليها بالنسبه لسعر الصرف، يمكن كان في بدايه الثمانينات تم تحريك سعر الصرف تقريبا من 65 قرش للجنيه، وبدايه التسعينات مع الاصلاح الاقتصادي الاول مع حكومه الدكتور عاطف صدقي اللي حاولت تقضي على السوق السوداء للدولار اللي بدات تتوسع بشكل كبير جدا في مصر. ففي الوقت ده تم تحريك سعر الجنيه الدولار امام الجنيه، وفي نفس الوقت او تخفيض الجنيه، وفي نفس الوقت استاذ محمد، يعني كوننا سوف نتحدث بالتفصيل عن الحاله المصريه بمؤشرات اخرى ايضا، ولكن السؤال هنا كيف تختلف مثلا الحاله المصريه عن الحاله التركيه؟ ايضا الليره التركيه مثلا تمر في حالات تناوب واهتزازات، ما هي الشروط التي تخضع لها الحاله المصريه او التي تخضع لها الحاله التركيه وتختلف فيها عن الحاله المصريه وباقي الحالات؟ مصر وتركيا مشتركين في مسألة الديون والقروض، الاستدانة من الخارج والقروض قصيرة الأجل، ودي بتعمل ضغط على الميزان الجاري وعجز الموازين وبيسبب ضغوطات على سعر العملة، بالإضافة إلى أن في حركة عكسية أو اختلاف بين مصر وتركيا. تركيا يمكن في الفترة اللي فاتت كان الرئيس أردوغان تدخل في اختصاصات البنك المركزي اكثر من مره، يعني مصر كانت بترفع سعر الفايده، تركيا كانت بتخفض سعر الفايده، وده اثر على سعر العمله. معروف دايما ان تحريك سعر الفايده بيؤدي الى زياده سعر العمله مقابل العملات الاخرى واستقرارها، فهو ولكنها في نفس الوقت هي مساله محبطه للاستثمار، لانها بتزيد تكلفه الاستثمار وبالتالي بتؤثر على معدلات النمو الاقتصادي. فكان اردوغان مع التوجه نحو زيادة النمو الاقتصادي حتى لو انخفضت سعر العملة وأثر ذلك على معدلات التضخم. في الحالة المصرية كانت على العكس تماما. مصر كان في عجز كبير جدا في الميزان التجاري أدى إلى عجز في الميزان الجاري. توجهات الحكومة في الإنفاق لم تركز على المشروعات الإنتاجية والصناعية واللي بتزود القدرة على التصدير، وبالتالي الاقتراض أدى إلى زيادة الضغوط على العملة المصرية، بالإضافة إلى العجز في الميزان التجاري اللي وصل لأكثر من 40 مليار دولار. لم تكفي التحويلات وقطاع السياحة ودخل قناة السويس في تعويض هذا الفرق. دعنا نتحدث بمزيد من المعطيات والتفاصيل فيما يتعلق بالحالة المصرية. مع أهمية عامل الاستقرار السياسي، هنالك عوامل داخلية أخرى قد تفعل فعلها، ولو ركزنا الحديث عن الوضع المالي في مصر مجددا يمكن التوقف عند عاملين أساسيين. العامل الأول هو انخفاض الصادرات الذي تفضلت به، والتي تشكل بطبيعة الحال مصدرا أساسيا للعملة الصعبة في أي بلد، والثاني هو نسب الفساد الإداري التي تتسبب في تراجع نسب الاستثمار بشكل أو بآخر. المنحنى على الشاشة يوضح إحصائيات البنك الدولي للصادرات المصرية من البضائع والخدمات نسبة إلى الناتج الإجمالي للدولة، نلاحظ تأرجحا كبيرا، والملفت أنها كانت في الستينيات أفضل منها الآن، وصلت في الستينيات إلى 20% من الناتج الإجمالي، ولكنها اليوم عام 2021 بلغت 11% فقط.
كما أن الميزان التجاري المصري كما تفضلت أيضا أستاذ محمد كان مستقرا وبالموجب أحيانا في فترة الستينيات وبداية السبعينيات ضمن حكم سياسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكن بعد ذلك دخل الميزان التجاري في نفق القيم السالبة، أي أن الواردات المصرية باتت أكثر بكثير من الصادرات. وهنا أستاذ محمد أيضا نتحدث على الشاشة، نلاحظ أيضا مؤشر الفساد في مصر منذ عام 2014 وهو يتأرجح من 32 إلى 36 حسب التصنيفات العالمية. الترتيب العالمي لمصر في معايير مكافحة الفساد هو 117 من أصل 180 دولة، هذا رقم متدنٍ جدا. أستاذ محمد، الفساد والصادرات في الحالة المصرية يتم الحديث عنها بشكل كبير، أي أثر لهذين العاملين على الهبوط في سعر الجنيه؟ طبعا العاملين مؤثرين جدا، يعني الاقتصاد والفساد، لأن الفساد هو عامل محبط لأي استثمارات. مؤشر التنافسية أيضا في مصر بالنسبة عالميا اللي بيصدره مؤسسة التنافسية العالمية تبع البنك الدولي بيشير إلى أن مصر وضعها التنافسي في أواخر التسعينات بالنسبة للمؤشر من ضمن 160 أو 170 دولة موجودة على المؤشر. فالفساد موجود، هو الفساد الإداري الموجود، البيروقراطية، وأيضا تكوينة الاقتصاد المصري اللي هي في مزاحمة الدولة للقطاع الخاص ودفع العمولات. يعني الفساد موجود فعليا، وفي جزء آخر اللي هو هيكل الاقتصاد المصري اللي تم تشويهه قد يكون بشكل متعمد في السبعينات واستمر الأمر في الثمانينات، وده أثر على قدرة مصر في التصدير وقدرة مصر على الإنتاج. لا يمكن أي دولة بتحاول تحقق اختراق اقتصادي أو نمو اقتصادي لا تعتمد على القطاع الصناعي والصناعات التحويلية بشكل أساسي، ومعدل النمو لا يقل عن 15% لكي تستطيع المنافسة. في مصر الأمرين مؤثرين، الفساد متنوع في البيروقراطية، في المحليات، في تخليص الأوراق، لأن احنا اتكلمنا في مصر في وقت من الأوقات إن هيتعمل شباك واحد المستثمر يخلص كل أوراقه منه، لكن ده في الواقع لم يحدث فعليا. فهناك تشعب في الفساد بالنسبه للمحليات وبالنسبه للامور الاداريه وبالنسبه لامور اخرى. هناك عدم عداله في المنافسه بين القطاع الخاص وبين الدوله، وده ادى الى انكماش القطاع الخاص في مصر لاكثر من 21 شهر متوالي. مؤشر القطاع الخاص بينكمش في مصر. اذا ارادت الدوله المصريه ان تخرج من مازق الدولار ومازق نقص العملات الحره، يجب أن تغير اتجاهها تماما نحو التصنيع بشكل أساسي. عليك أن تعلم أن العام الحالي مصر مطالبة بسداد 20 مليار دولار أقساط ديون. إذا لم ترتفع الديون عن مستوى في يونيو 2022 كان 155 مليار دولار، مطالبة بسداد 20 مليار دولار، وفي عام 24 مطالبة بسداد 25 مليار دولار، ما بالك وإحنا خدنا في الفترة اللي فاتت أكثر من 3 مليار دولار من مصادر متنوعة، قروض وأشياء أخرى. يعني أستاذ محمد، يعني يبقى الإنتاج والتصنيع لرفع نسبة الصادرات هو كلمة السر للتخلص من أي مخاطر على العملة المحلية للدول. لو انتقلنا الآن إلى حالة من نوع آخر، فنزويلا ولبنان مثلا، كيف يمكن أن يطاح بالعملة بقرار سياسي خارجي في إطار حرب على بلد ما؟ في فنزويلا مثلا تمت محاصرة قطاع النفط، تم الاستيلاء على عدد من منشآت وشركات النفط الفنزويلية الموجودة خارج فنزويلا مثل شركة سيدكو المعروفة، فرضت عقوبات على قطاع النفط أيضا، بالتالي خسرت فنزويلا صادراتها النفطية ومردودها، وبالتالي خسرت نصيبها من العملة الصعبة. كذلك يرى عدد من الباحثين أن سبب انهيار العملة في فنزويلا بدأ من جهة تجار موالين لواشنطن بأن تم احتكار البضائع في المخازن، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بموجب قانون العرض والطلب بطبيعة الحال، وبالتالي تراجعت قيمة العملة المحلية في فنزويلا. نلاحظ على الشاشة مستوى ودائع لبنان من الدولار كيف تناقصت على نحو حاد خلال فترة قصيرة، ما زاد الطلب على الدولار وبالتالي انهيار العملة المحلية في لبنان، والآن وصلت الأرقام إلى مستويات قياسية بالنسبة لسعر الدولار والليرة اللبنانية. أستاذ محمد، في النظر إلى حالتين مثل فنزويلا ولبنان وبالتفصيل أكثر، هل يمكن قتل عملة لدولة ما برصاصة قادمة من الخارج؟ بالتأكيد الخارج له دور في كل ما يحدث في الأمور السياسية والاقتصادية في المنطقة، سواء بالتدخلات المباشرة أو بالحصار الاقتصادي. حالة فنزويلا على سبيل المثال، فنزويلا من الدول اللي بتمتلك احتياطيات ضخمة من النفط وقدرتها على التصدير والإنتاج عالية جدا،
فممكن تكون دولة ثرية مثل دول الخليج، ولكن الحصار الأمريكي لفنزويلا أدى إلى قتل أو تخفيض صادرات النفط إلا بكمية محدودة، وبعض الدول الصديقة لفنزويلا حتى التزمت بالقرارات الخاصة بحصار فنزويلا وما قدرتش تكسر هذا الحصار، وبالتالي المنتج الرئيسي أو المكون الرئيسي للاقتصاد الفنزويلي اللي هو النفط تم حصاره، وتم حصار إنتاج فنزويلا من النفط ومصادرة زي ما قلت بعض المنشآت الفنزويلية في الخارج، وكل ده أثر على العملة، بالإضافة ده قلل قدرتها على استيراد بعض السلع، حتى مسألة التجار والمضاربة على السلع موجودة في كل الدول اللي هي محطوط عليها عينيها أو مستهدفة. يعني نظرية المؤامرة اللي الكل بيقول أنتوا دايما مصابين بالاضطهاد وعقدة المؤامرة، لكن الحقيقة على مدار العقود الماضية كل القرارات اللي بتصدر من المؤسسات الدولية سواء سياسية أو اقتصادية بتثبت إن في فكرة أو نظرية المؤامرة. حتى بالنسبة للقضايا السياسية، فنزويلا هي على سبيل المثال نموذج لدولة تستطيع أن تحقق معدلات نمو عالية جدا عن طريق قطاع النفط، لكن الحصار الاقتصادي بقرار أمريكي وتوجيهات أمريكية وانصياع المجتمع الدولي للقرارات الأمريكية والهيمنة الأمريكية أدى لحصار هذه الدولة والمعدلات التضخم، وشفنا الدولار بيوصل لأكثر من 2 مليون من العملة الفنزويلية، فده يعني سبب رئيسي التدخلات السياسية. الملف اللبناني هو ملف معقد جدا بالنسبة للبنان. لبنان كانت من الدول اللي لها وضع معين وكانت بتحقق معدلات نمو جيدة، بداية التدخلات يمكن بداية من الثمانينات وما حدث من حرب أهلية وغيره، واستمر هذا التدخل لدرجة ان وجود أضلاع مسيطرة وبتحدد هل ندي مساعدات أو لا مرتبط بالقرار السياسي، هل ندي استثمارات ولا لا مرتبط بالقرار السياسي من دول عربية وليس دول خارجية، بالإضافة للتدخلات أيضا من فرنسا وغيرها من الدول، بالإضافة لسلوك البنك المركزي اللبناني نفسه. يعني حتى لو في تدخلات خارجية وفي مؤامرات وفي اتجاه لإسقاط الاقتصاد وإحداث مشاكل شعبية وسياسية داخل الدولة، لكن دور الدولة وحكومة الدولة لها دور، ودور إدارة السياسة الاقتصادية لها دور. البنك المركزي اللبناني كان بيخفي البيانات الخاصة بحجم الودائع والاحتياطيات وغيره، وأدى إلى حدوث ما حدث في الفترة الماضية. نعم. الوضع اللبناني مؤسف جدا كمان، في حالة من انفصام في البنك المركزي اللبناني، التعامل الرسمي على الليرة ب 1500 والتعامل الخارجي في السوق السوداء ب 58 ألف ليرة مقابل الدولار، هو أمر انفصام لابد من معالجة وجود سعرين لسعر الصرف في أي دولة إذا كان هناك والمنصات المتعددة وأسعار الصرف المختلفة أيضا. بالضبط. في الحديث عن احتمالات الحرب على العملات، من المناسب الحديث أيضا عن آليات الالتفاف والمواجهة والحماية. في السياق نناقش نقطة واحدة وهي قيمة العملات واهتزاز الدولار. الدول التي تربط عملتها مباشرة بالدولار، ماذا سوف يحدث لها في حال اهتزت قيمة الدولار بشكل أو بآخر؟ في موقع وولف ستريت تقول مادة منشورة لولف ريشتر، تقول هذه المادة وتتناول أرقاما قريبة من الأرقام المعلنة من صندوق النقد الدولي، وتقول مع عدم القدرة على السيطرة على أسعار الفائدة وطباعة الدولارات، تتساءل المادة متى ستلقي الدول الأخرى المنشفة على الدولار باعتباره لم يعد العملة المهيمنة في العالم. النصيب العالمي للدولار من الاحتياطي العالمي انحدر من 66% إلى 59% ما بين عامي 2014 و2021. أستاذ محمد، ماذا عن الدول التي ربطت عملتها بشكل أو بآخر بشكل مباشر مع الدولار، جعلت كل احتياطاتها يتم حفظها بالدولار، ماذا تفعل لإنقاذ عملاتها المحلية؟ هل تربطها من الآن بسلة عملات على سبيل المثال حتى لو كان الدولار جزءا منها؟ أن تلجأ إلى الذهب؟ ما هي الحلول التي قد تحضر لها هذه الدول ربطت نفسها من الأساس بالدولار؟ كيف يمكن أن تقوم بحلول تحضيرية إلى مرحلة قد تكون قادمة ومقبلة لا محالة؟ يعني التقرير مهم جدا. أمريكا بتسرق العالم بطباعة الدولارات وحولته إلى عملة الاحتياطيات الرئيسية في العالم كله. خلال أزمة كورونا طبعوا أكثر من 2 تريليون دولار بدون زيادة في الإنتاج موازية لهذه الطباعة.
بما انه العمله المسيطره على العالم والمسيطره الاحتياطي على العالم، فالطباعه مستمره. خلال الفتره الماضيه وبعد ازمه كورونا وبعد الازمه الروسيه الاوكرانيه، امريكا قامت عده مرات برفع سعر الفايده، فادى الى ارتفاع مؤشر الدولار تقريبا كان من 100 نقطه او من 101 ل 112، دلوقتي رجع انخفض تاني حوالي 102. فكان في ارتفاع في سعر الدولار بسبب ارتفاع سعر الفايده في امريكا. خلال الفتره القادمه وتصريحات من محافظ المركز الامريكي ان التوجه للسياسات التشدديه واستمرار رفع سعر الفايده قائم وقد يكون مستمر خلال الفتره القادمه، ورفع سعر جديد للفايده. بكره في اجتماع للفدرالي الامريكي، وكل منتظر هذا الاجتماع بعد التصريحات، هل هيكون في رفع وقد ايه الرفع ده او تثبيت. بالنسبة للتأثير ده على دول العالم، الدولار كان الاقتصاد الأمريكي بيوازي 40 أو 45% من الاقتصاد العالم، وبالتالي وجوده في سلة العملات أو الاحتياطيات في أي دولة كان أمر ضروري. لكن الاقتصاد الأمريكي الآن لا يوازي أكثر من 25% من الاقتصاد العالمي وربما أقل، وبالتالي وجوده كعملة مسيطرة على العالم هو أمر غريب جدا، وبيعبر عن وضع وطبيعة النظام الدولي اقتصاديا وسياسيا. الدول أي دولة يجب أن توزع سلة احتياطياتها بالنسبة للعملات على حسب حجم وارداتها وتعاملاتها التجارية. يعني لو بستورد من الاتحاد الأوروبي 30% من صادراتي، لازم يكون اليورو مكون 30%، لو من الصين 20% لازم اليوان يبقى 20% من سلة الاحتياطيات، بالإضافة لوجود جزء من الذهب، لأن الذهب في وقت الأزمات بيعتبر ملاذ آمن للاستثمارات أو لحفظ القيمة بالنسبة للأمور لحجم الاحتياطيات. بالنسبة للدول اللي هي مرتبطة بالدولار، في دول يعني بدأ سن التوجه في بعض دول الخليج إنها توزع شوية بالنسبة لاحتياطياتها، والتوجه لجنوب شرق آسيا وغيرها من الدول، ولكن حتى الآن ما زال الدولار مهيمن على هذه الدول، وما أعتقدش إن في الأجل القصير إن هيبقى في تغيير بالنسبة لهذه السياسات أو إنها تغير طبيعة وضعها. لكن أي دولة في العالم بتبص بالمنطق، لابد أن يحدث تغيير في سلة العملات المرتبطة باحتياطيات الدولة طبقا لتعاملاتها التجارية. حجم الصين بالنسبة للعالم لا يوازي قيمة اليوان بالنسبة للاحتياطيات في أغلب الدول مثلا. نعم، يعني النسبة بين حضور الدولار في الأسواق العالمية وبين حجم الاقتصاد الأمريكي في السوق العالمية هي نسبة غير متناسبة، وهذا ما يدل على أن القرار كان قرارا سياسيا من الولايات المتحدة الأمريكية وليس نتيجة لحضورها الاقتصادي في العالم. إذا لنصغ معا معادلة اليوم وهبوط العملات: تراجع الاستقرار السياسي زائدا تضرر مصادر العملة الصعبة زائدا الحرب من الخارج هي مؤشرات أساسية أو عوامل أساسية قد تؤدي إلى هبوط العملات في هذا البلد أو ذاك. في فقرة مقاربات: من يتعمد تخفيض العملة الخاصة به؟ هنالك مقاربة أستاذ محمد تقول بأن هنالك عدد من الدول تحاول أن تخفض قيمة العملة الخاصة بها بشكل متعمد، وهذا ما تقول به الولايات المتحدة الأمريكية عن الصين لكي تحافظ الصين على نسب صادراتها. عدد من الباحثين يقول أن النموذج المصري تعمد تخفيض سعر الجنيه لجذب الاستثمار، لكي يغري الاستثمار بأسعار الأيدي الرخيصة وما إلى ذلك، اليد العاملة الرخيصة وما إلى ذلك. ما رأيك في هذه المقاربة؟ سؤال مهم جداً. قد يكون تخفيض العملة في وقت من الأوقات أو الحفاظ على سعر منخفض العملة وعدم رفعها هو أمر ضروري للمنافسة وجذب وزيادة الصادرات. في الحالة المصرية كانت التحذيرات واضحة. في الحالة المصرية لا يصح أبدا تخفيض سعر العملة بهذا المنحنى أو المنزلق السريع جدا وأنت ما عندكش قدرة على المنافسة. يعني الصناعة المصرية تم تدميرها بشكل شبه متعمد في القطاع العام خلال 30 أو 40 أو 50 سنة الماضية. مشكلة مصر إنك أنت ما عندكش الصادرات اللي تقدر تنافس بها في الأسواق الخارجية إلا بعض القطاعات وحاجات محدودة جدا، وبالتالي تخفيض سعر العملة في دولة عندها عجز في الميزان التجاري حوالي 45 مليار دولار وارداتها حوالي 83 مليار دولار، أي انخفاض جنيه في سعر العملة بيزود تكلفة الواردات على مصر 83 مليار جنيه. لو خفضت زي ما حصل السنة دي 15، فأنت زودت التكلفة على المواطن المصري 1.5 تريليون جنيه ارتفاع في الأسعار وزيادة في التضخم. ولكن يعني كان الهدف هو زيادة الصادرات، لم تحدث زيادة في الصادرات.
لأنك لم تعد السوق من الداخل نعم بالشكل اللي يؤدي لزيادة قدرات مصر التنافسية، لم تعد المناخ نعم الاستثماري في مصر بالشكل اللي يؤدي لزيادة قدرات مصر التنافسية، وده أدى إلى زيادة التضخم وفي نفس الوقت إن الصادرات لم تتحرك بالشكل الكافي. قد يكون في وقت من الأوقات بعض الحكومات بتتجه لزيادة التضخم لتحجيم حجم الاستهلاك، وده قد يكون في بعض الحالات في مصر حدث. في وقت من الأوقات مصر بتنتج سكر من الستينات اللي بيكفيها تقريبا وما بتحتاجش للاستيراد إلا كميات بسيطة جدا. اختفى السكر من الأسواق وبدأوا يرفعوا السكر من 5 جنيه ل 10 جنيه، ثم ارتفع أخيرا لحوالي 20 جنيه. ده حدث بشكل متعمد، حدث في الأرز بشكل متعمد. لا يوجد في مصر نقص في الأرز، ولكن إخفاء السلعة لرفع سعرها هو حالة لتقليل الإنتاج. الفكر الرأسمالي بتاع مدرسة شيكاغو والضغط على المواطن لتقليل الإنتاج بزيادة التضخم، وفي نفس الوقت ما فيش زيادة نعم في الدخل أو المرتب. نعم أستاذ محمد، في فقرة استدلال قيمة العملة والقرار السياسي، عندما تنخفض العملة في دولة ما لا يكون الأمر مرتبطا فقط بالسياسة المالية، إنما أيضا بالتموضع السياسي لتلك الدولة، لذلك يجب على الدول أن تفكر في مرحلة ما بعد اهتزاز الدولار، عندها قد تكون عملاتها المحلية فعلا في خانة حرجة. الأستاذ محمد سيد النجار، شكرا لك على هذه المشاركة الثرية والمكثفة فعلا. أعزائي المشاهدين، نلتقي في معادلة جديدة الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.